اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل على التاثير النفسي، والحقيقه اللي دايما وابدا حتى بيتسو موسيماني يتكلم على انه الدعم المعنوي الكبير اللي بيلقاه من الكابتن محمود الخطيب شيء ما كانش يتوقعه ولا يتخيله. كلام عن دور الكابتن الخطيب، اعتقد الكابتن طارق دياب بيتكلم عنه كتير بشيء من الاحترام الشديد والسعاده بنجاحات النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب، لكن كمان حتى في القناة الناقلة للبطولة البي ان سبورت هشام الخلصي في الاستوديو التحليلي استوقفوا كتير الاستقبال الهائل جدا لبعثة الاهلي يا باشمهندس في الدوحة وهتاف الجماهير. طب ما نسمع بيقول ايه؟ نشوف هشام الخلصي وضيوفه. لكن اللي شاهدناه امس في وصول الاهلي انا شخصيا ما شفتش، نادر، واني شفت جمهور يستقبل رئيس النادي بهذه الطريقة. يعني استقبال لمحمود الخطيب ولا أروع، بيبو 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 بيبو، يعني خصيصا لمحمود الخطيب. اسمع 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 الخطيب بيبو. أنا ما شفتش لا برلوسكوني لا فلورنتينو بيريز لا غيره لا غيره استقبال من هذا النوع. هشام استقبال يعني من النادر انه تشوف جماهير نادي متعلقه برئيس النادي اكثر من متعلقه من فريق كره القدم نفسه. محمود الخطيب هم متعلقين بالفريق اكيد، هذا ما حدا، بس هو له عنده ربما محمود عنده كاريزما، بيبو عنده تاريخ، هيك وتاريخ عنده تاريخ، وربما كابتن ليانو عنده تاريخ عنده تاريخ في النادي، يعني مازال بيبو بيبو بيبو، يعني ما زالت النغمه هي نفسها. ما غاب اسم بيبو عن نادي الاهلي المصري، ما زال متالق سواء كان يوم كان نجم في الفريق او ما زال حتى في رئيس النادي. الجماهير حقيقه اشعرتنا انه هو نجم الفريق الاول. ما سمعنا اسم اي لاعب، ما سمعنا احتفاليه باللاعبين، فقط احتفاليه بالخطيب. اعتقد شخص قدم الكثير للاهلي ويستحق الكثير من جماهير الاهلي. شو رايك فتحي في هذا الاستقبال؟ لانه هشام اي تفضل تفضل. صحيح هشام سؤالك ممتاز جدا، سؤالك ممتاز جدا، لانه محمود الخطيب هو رمز النادي. ما يحكيوش مع محمود الخطيب كرئيس نادي، يحكيو معاه كولد النادي، كابن النادي. معناها العلاقه هذه الحميميه، معناها ما فهمش الحاجز نتاع رئيس من برجه العاجي. تحس وانه هو بيدو يمشي لهم، هو بيدو يصفق عليهم. معناها علاقه فعلا نادرا ما راوش رئيس نادي. احنا بصفه عامه هشام رؤساء النوادي يهربوا من الجماهير. صح. رؤساء شفتوا حضراتكم هذا التقدير الكبير جدا لوجود الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه يا باشمهندس، لدرجه ان كل الاشقاء العرب ضيوف هشام الخلصي قال لك ده ما حصلش لاي رئيس نادي قبل كده، حتى برلسكوني ولا غيره من الرؤساء الكبار للانديه العالميه، ما حدش حظي بهتاف الجمهور بهذا الشكل اللي قالوا عليه. انا فهمتها بطريقه ثانيه. أنا فهمتها إن هو بيقارن إن ما فيش رئيس نادي بيتواضع وبينصهر وبيتلاحم مع جماهيره كما يفعل الخطيب، فكان يستحق هذه يعني المبادلة الحميمية. يعني بيقول لك أشوف رئيس نادي بيتوجه أول ما يهتفوا باسمه يروح متصدر المشهد ورايح لهم ومحييهم، وبعدين يشاور على فرقته وعلى المدرب بتاعه ويقدمهم وكلهم يسقفوا. قال هذا التفاعل، هذا هو سر من اسرار عظمه هذا التلاحم الجماهيري مع رئيس نادي ما شافهاش في حته ثانيه. ده فهمته كده انا. طيب الحقيقه كمان في نقطه اللي هشام الخلصي اشار اليها حتى مع الاستاذ فتحي المولدي وهو بياكد له على انه ما هو ده التاريخ. فقال له ما هو اذا كان الجمهور من الطبيعي انه يحب لاعب او يتعلق بنجم فقد كان الخطيب لاعبا ونجما، فبالتالي العلاقه بين الخطيب اللاعب والنجم مع الجمهور ما زالت مستمره. هو ما بيهتفش لرئيس اداري فقط لكونه اداري، لكن لا زال قيمه التاريخ الرياضي والكره والطويل له كنجم كروي النجوميه عايشه لسه مع المسؤوليه لسه النهر متدفق. فبالتالي
انا اعتقد هي دي المسؤوليه كمان، هي دي المسؤوليه ودي الخصوصيه بتاعت الاهلي بالظبط. الدفء اللي بيلاقيه من جماهيره، صحيح. الاهتمام، الشغف، التضحيه، الحماسه، قول زي ما تقول. ايوه، فهم ده كل الناس بتقول لك كده، ما ايه النادي اللي جماهيره بتعمل معاه كده ومع رئيسه كده. ف ولهذا ومن اجل هذا، زي ما قال مانو جوسي، زي ما قال بيتسو ماتسوماني، احنا نلعب من اجل هؤلاء وشايلين همهم، وده المفتاح اللي اللعيبه يعني بتخش لهم منه وهم مدركينه وبيعيشوه. ايوه، فاعتقد ان 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 وجود الجمهور المره دي اظن انه هيدي يعني صحصحه، هيجدد الحوافز، مش هيدي فرصه ان اي واحد يسرح ولا يترهل في الملعب. ونفسي بكره ربنا يكرمنا علشان الجمهور اللي احنا شفناه ده، يعني احنا واحنا في اليابان يعني كان العدد الجماهير وكان في جاليات مصريه، لكن عددها قليل جدا، جمهور صناعي. يعني انت جايب شويه يابانيين يشجعوا، لا حتى المصريين اللي كانوا هناك وبيشجعوا النادي الاهلي عدد قليل جدا، وما كانش بالحماس اللي احنا شفناه النهارده في الشوارع واحنا جايين. اسامه، احنا امبارح القائم باعمال السفاره المصريه هنا سفير احمد سمير يعني قال ان انا وانا موجود مع السفراء، سفير المكسيك وسفير الدول المشاركه، اندهشوا من حماس جمهور الاهلي. وخلي بالك ده يعني النادي الاهلي هتلاقي الفريق الوحيد اللي هيحضر له جمهور بعدد كبير في المطار وقدام الاوتيل، باستثناء صاحب الارض، صح. وممكن بايرن ميونخ الناس جايه تشوف نجوم بايرن ميونخ، تشجعه، جايه تتفرج عليه، يعني مش بالقدر الحب بتاع النادي الاهلي. الناس جايه عشانه، لدرجه بقول لحضرتك واحنا ماشيين احياء، الناس طالعه من الاحياء بتاعتها ومن الشيوطه في الشوارع واقفه عشان تسلم على جمهورنا، على لعيبه النادي الاهلي. كابتن اسامه، انتوا كنتوا في التمرين، الجماهير كانت موجوده هنا شويه باعداد محترمه ومعتبره، ليله الماتش عشان بس هم مش عارفين انتوا راجعين امتى، قعدوا مده. وبعدين لو الالتزام يا كابتن عادل، شفنا احنا يعني على السوشيال ميديا الصور بتاعت الجماهير وهي بتاخد التذاكر بتاعتها ومستنيه المسحه باعداد كبيره وبنظام برضه. في حاجه الجمهور عشان يجي يقف قدام المطار عمل مسحه، عشان يخرج من البيت ويحضر في تجمع عمل مسحه، يعني هو عشان يجي يقابلك في المطار، عشان يجي يشوفك، عشان كده يعني بص، حتى وائل جمعه قال لك انا حبيت اجي اسلم عليكم، قال لك ممنوع في المطار، ممنوع. احنا بنتكلم في ده كله وانت بتتكلم في اجراءات احترازيه مشدده. تخيل بقى النهارده لو ما فيش كورونا وما فيش الاجراءات دي، كنت هتشوف جمهور النادي الاهلي باعداد كبيره جدا، مش هيروح قدام اللقاط. رابطه مشجعي الاهلي هنا فيها 65,000 واحد مسجلين، هذا بيحملك مسؤوليه اضافيه، مسؤوليه مضاعفه، بيحملك اعتقد ان دي واصله لكل فرد في البعثه، مش بس اللعيبه والجهاز الفني، حتى واحنا قاعدين شايلين هم ازاي الناس دي يعني يتخدم عليه.